جئت رسول رسول حب وسلام رسول محبة وسلام ما أنا جئتكم محتكرا للوطنية أو للحقيقة ولا جئتكم جالسا على كرسي العصمة ولكن جئتكم اليوم لتعلموا بأن الجزائر اسم بخير وأنه لا بد من النهوض كرجل واحد لإنقاذها من محنتها تناديكم بجراحها تناديكم بأمواتها تناديكم بقتلاها تناديكم بضيحاياها تناديكم الجزائر. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر يرتله كالصلاة تسابيحه من حمايا الجزائر في شعبها فرهاد
ووحدة صغرته الخطوط فقامت على دمها الفائر. ويا همة ساد فيها الحجى فلم تك تقنع بالظاهر. ويا مثلا لصفاء الضمير يجل عن المثل السائر. سلام سلام على مهرجان الخلود، سلام على عيدك العاشر. وفيه خمس أركان اللي هم أركان الإسلام، وفيه يوم تحرر فيه الجزائر وهو 5 جويلية. وما ناس وما نظنش أي واحد منا يقدر ينسى هذا اليوم، لأنه يوم قدرنا نحقق فيه الانتصار، وقدر الشعب الجزائري أن يكون يعيش في الحرية والاستقلال. واليوم هذا كله Let's go.